هنا بوسط دائرة عزابة في ولاية سكيكدا، تحط حافلة التبرع بالدم رحالها من أجل جمع أكبر عدد من أكياس الدم لفائدة مرضى مستشفى محمد دندان. نحن الآن متواجدون بوسط مدينة عزابة من أجل القيام بحملة تبرع بالدم لفائدة المرضى المتواجدين بالمستشفى محمد دندان بعزابة. هذه الخرجة تدخل كسائر من الخراجات في برنامج الجمعية الراقي والرامي إلى توفير أكياس الدم لفائدة المرضى المتواجدين في كافة مستشفيات الولاية. نحن كجمعية المتبرعين بالدم بولاية سكيكدا نقوم بخرجة عديدة ومتعددة بالحافلة المتنقلة. جمعية المتبرعين بالدم لولاية سكيكدا تجدد نداءها لكافة المواطنين للتقرب إلى كل مراكز حقن الدم لتوفير هذه المادة الحيوية. نجد نداءنا الدائم والأبدي والأزلي لكل الشباب القادرين على التبرع بهذه المادة الحيوية إلى التقدم إلى كل مراكز حقن الدم المتواجدة في كل مستشفيات الولاية، كذلك للحافلة المتنقلة، وهذا من أجل توفير هذه المادة التي نحن في أمس حاجة لها. كما لا يخفى بالنسبة للعام والخاص أنه هناك العديد من الأمراض التي لا تداوى إلا بتوفير الكيس من الدم، ونحن حاليا نقوم بكل ما نسعى ونملك من جهد وقوة من أجل توفير هذه المادة. نشكر كل القائمين على هذه الحملات والخراجات من مديرية الصحة، جمعية، مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، جمعية التي عملت معنا وتعمل معنا بالتنسيق، والله هو لتوفيق الجميع. التبرع بالدم صحة للمريض والمتبرع معا وحاجة إنسانية ملحة، ليبقى الأجر كبير والفضل عظيم.